سكت مخ. انت فكرك هيطلع لك بصفاره؟ انت ايه رفاعي؟ اسمع، انت تطور من الناحيه دي وانا هطور من الناحيه دي، بس اوعى يفلت منك. يفلت من مين ده؟ نخرب بيته. انت فين؟ قطعت نفسك. ما يقطع نفسك. يا ابن اطلع بقى، دوختنا. الله يدوخك مطرح ما انت قاعد. عليك ما كفايه بقى يا عم، صفر دماغي فرقعت من تصفيرك ده. اوه انت ايه علق؟ طب بس ما تزعلش، خلاص هنمسكه. انت تروح من هنا وهتولي عليه. همسكه ازاي من غير صفاره؟ بس الراجل عيب روح. أخين انت. يا نهار اسود، هو ده معقول يا عم؟ الراجل مات. لا حول الله. ايه؟ الراجل مات اثناء تأدية وظيفته. الفتحة على روحه. الفتحة. بسم الله. الأرض اللي خلاص يا عم، ما حدش أحسن من حد. أنا حرامي وأنت قاتل مع سبق الإصرار والترصد. الشهيد 13 13. نغطي الجثة 13 13. الله يرحمه. مش قلت لك دنيا غرورة ملهاش أمان؟ ايه عندك حق، ده من شوية كان بيصفر وقالب مخنا. خلاص ما عادش يصفر تاني ابدا. اعمار نهايته. شد حيلك، كلنا له. البقية في حياتك سعيكم مشكور. ذنبكم مغفور. طيب عن اذنك بقى يا اخ. اذن ايه؟ استنى. وجناية دي جريمة قتل اثناء تأدية وظيفته، والزرار الميري ده طار منه، يعني مطبقه على نفوخك من مجاميعه. ايوه بس انت تعرف ان انا ما كنتش قصد. كنت ما كنتش قتلته وخلاص، ولازم اسلمك للبوليس. بوليس؟ لا والله، سيبك تقتل في رجال الضبط والرب. يا عم انا في عرض. عرض يا قاتل الجند يا سفك الدماء. يا ناس، هو ما بقاش في رحمه، ما بقاش في عفو. امال في عفو وفي رحمه؟ بس بدل ما يحكم عليك بالاعدام والتعويض، يحكم عليك بالاعدام بس ويعفوك من التعويضات المدنيه. عامل لي فعلي حضرتك. امسك حرامي، امسك حرامي. طب اديك مسكت بحرامي يا حبيبي. توبه يا عم، ما عدتش امسك حراميه بعد كده. طيب سماح المره دي، فاهم؟ فاهم.
السلام عليكم. ايه 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 سلام كده حاف دعبس في جيوبك شوية. محفظة ايه كلها 12 جنيه فيه. 12 مين؟ ايه؟ انا عايز ورقة بنفسجي. بنفسجي يعني ايه؟ يعني ب 100 جنيه يا بني ادم. واللي ما معهوش؟ اروح معاك البيت ورانا ايه؟ بس انا مش رايح البيت، رايح عند نسايب. تستلف من نسايب؟ طب اقول لهم ايه؟ اذا ما كانش عاجبك يبقى نروح البيت قبلك، تديني ال 100 جنيه وبعدين تروح لنسايب. طب اتفضل. اتفضل ايه انت؟ اتفضل فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تكتب اقرار انك انت اللي قتلت. اول ما تديني ال 100 جنيه اروح مديلك الورق. مش نخرج من هنا وتقول لي سعيده من هنا؟ يا عم انا في عرضك في طولك. اكتب. ها اسند هنا. انا اسم الكريم ايه؟ اسامه محمد اسامه. عاشت يا اسامه. عشت. اسامه محمد اسامه قد قتل مع سبق الاصرار والترصد الشاويش 13-13 بوليس مصر لأسباب نسائية. نسائية ايه؟ ما تفسرش في وشي، ده انا راجل على وش جواز كده. اه مبروك. الله يبارك فيك. كمل. طيب لأسباب رجالية. امضي. ايه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. الدنيا يا دايم وحدوه. يا راجل يا راجل قطعت قلبي، ما تعملش في نفسك كده، حرام عليك صحتك. معلش اتفضل شد حيلك. يا سلام يا جامد.